تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نقطة تجمع للحافلات الكهربائية وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي في مدينة شرم الشيخ، والتي ستشارك في حركة التنقلات خلال انعقاد مؤتمر المناخ القادم COP27. وخلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر، أشاد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات هذه المنظومة التي تراعي أصحاب الهمم والأطفال. كما تفقد مدبولي عددا من الدراجات التي سيتم إتاحتها بالمدينة وفق نظم مؤمنة للتحصيل ورصد مسارات تحركها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، داني في الصورة حول آخر الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ وجولة رئيس الوزراء هناك. نعم هبة، في ثاني أيام جولات لرئيس الوزراء هنا في مدينة شرم الشيخ، تفقد رئيس الوزراء اليوم عددا من الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي يتم تخصيصها لنقل زوار ورواد مؤتمر قمة COP27 والمقرر إجراؤها في 6 نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى. نحن نتحدث عن 260 حافلة، منها 120 تعمل بالغاز الطبيعي و 140 تعمل بالكهرباء، وهناك أيضا محطات لشحن هذه الأتوبيسات. هناك 5 محطات للغاز، أتوبيسات الغاز، وأيضا محطة واحدة وهي أكبر محطة في منطقة الشرق الأوسط لتغذية الأتوبيسات الكهربائية، وهي يمكنها شحن 140 أتوبيس في آن واحد. تفقد معالي دولة رئيس الوزراء هذه الأتوبيسات وأشاد بالمنظومة وحجم الإنجاز الكبير الذي يتم فيها. وفي هذه النقطة أشير إلى أن هذه الأتوبيسات هي أتوبيسات ذكية تحتوي على العديد من أحدث التكنولوجيات، منها USB GPS وكذلك خدمة الواي فاي، وبالتالي نحن نتحدث عن أتوبيسات ذكية، أتوبيسات صديقة للبيئة لأنها تعمل سواء بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي. في هذه النقطة أيضا وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتي رافقت دولة رئيس الوزراء في جولته اليوم في مدينة شرم الشيخ، أكدت أن هناك 24 موقف لهذه الأتوبيسات، وسوف يتم تحميل أو نقل زوار المؤتمر بالمجان طوال أيام فترة قمة المناخ COP27. بعد ذلك توجه دولة رئيس الوزراء عقب أن شاهد هذه المنظومة الذكية من الحافلات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي، توجه إلى مدينة سانت كاترين، وهناك افتتح أو استهل زيارته بزيارة لمطار سانت كاترين والذي أيضا شاهد مجموعة من التجديدات، أيضا قام بزيارة مركز الزوار وهو موجود في مدخل مدينة سانت كاترين حيث تم رفع قافاته أيضا لاستقبال الضيوف. يعني أيضا هبة، في بالأمس كانت جولة رئيس الوزراء التي بدأها أيضا بمطار شرم الشيخ الدولي، واستمع أيضا لشرح تفصيلي عن التحديثات والتجديدات التي شهدها مطار شرم الشيخ هنا في مدينة شرم، وبعد ذلك توجه إلى المنطقة الخضراء، وكان يرافقه أيضا الدكتورة ياسمين فؤاد، المحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وشهد حجم الإنجاز الذي تشهده المنطقة الخضراء بالكامل وفيها حديقة السلام. وفي هذه النقطة أيضا هبة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم تقديم طلبات تصل إلى 268 طلب لحجز أماكن مخصصة في المنطقة الخضراء والتي ستقام فيها فعاليات أيضا على هامش قمة المناخ COP27. بعدها أن تفقد رئيس الوزراء المنطقة الخضراء، توجه إلى المنطقة الزرقاء والتي تديرها الأمم المتحدة، وشاهد أيضا سير العمل في الملحقات أو القاعات الملحقة بمركز المؤتمرات الدولي، وفي المساء أيضا قام بزيارة للممشى السياحي الجديد والذي مقام هنا حديثا في مدينة شرم الشيخ وتم الانتهاء منه بشكل كبير، وهو يقام على مسافة 6 كيلومترات، وبعد ذلك توجه إلى الممشى الجديد أيضا في خليج نعمة والذي أيضا شهد عمليات تطوير مؤخرا لجذب رواد مدينة شرم الشيخ خاصة خلال فعاليات قمة المناخ COP27. إذن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام ازدهرت وتزينت لهذا العرس العالمي COP27. أشكرك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية.